صباح الخير. اليوم احنا بدنا نتحدث عن الشؤون التربوية في الحلقة الأولى من الشؤون التربوية وهو التقويم. ودرسنا اليوم راح يكون عن التقويم والاختبار وأنماط الاختبار. راح نكتفي اليوم في 3 دروس فقط. في البداية راح نبتدي ونقول ما هو التقويم؟ هو إما تقويم للأشياء أو للأشخاص. بشكل عام لما انا بجي اطلع على شغله معينه بشوف انه هذه الشغله بقومها، بشوف انها مفيده ام مضره، واذا كان شخص بشوف انه هذا الشخص جيد ام سيء. اما من الناحيه التربويه فهو اصدار الحكم على مدى تحقيق الهدف التربوي المطلوب من الطالب. واحنا بنعرف انه في بدايه كل فصل دراسي في كل كتبنا الاردنيه راح نلاحظ وجود اهداف تربويه المطلوب منا انه يصلها الطالب. لما أجي أشوف بشكل عام التقويم، ممكن أن يكون تقويم عام للحاجة أو للشخص أو للهدف، ممكن أن يكون تقويم تربوي تحدد المعايير الخاصة بالمنهاج مثل المعايير اللي تذكر دائما في بدايات الفصل أو في بدايات الوحدات الدراسية في الكتاب. دائما يكون في ارتباط ما بين مفهوم التقويم وما بين مفهوم المقياس أو القياس. التقويم هي مجموعة الأهداف العامة التي توضع للمنهاج أو للفصل. أما القياس فهو المتخصص في مستوى الأداء التحليلي التفصيلي. بنميز شو السلبيات وشو الإيجابيات بالتفصيل. ما نذكر نهائياً أي منظر عام. لما أنا بشوف القياس إلى ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى المقارنة. يعني مثلاً أنا بجيب حجرة معينة بقول طول هذه الحجرة بالأمتار، فبحول هذا الطول إلى مجموعة من الأرقام. ممكن أستخدم العملية وهو الجزء الثاني من القياس، بمعنى أنه أنا كيف من الممكن أنه أنا بجمع الأشياء أو بطرحها أو بقسمها أو بجمعها. فالعملية هي سلسلة مترابطة من الخطوات حتى أصل إلى مرحلة اللي بعده اللي هو التحديد. مثال تحديد سعة الغرفة نفسها، أكم من متر تحتوي هذه الغرفة أو تحتوي أكم من متر من الهواء. إذا أنا من خلال هذه التفاصيل الثلاثة بعرف أن المقارنة والعملية والتحديد تصل بالتفصيلات إلى القياس، وأنه من غير المقبول أن يكون هناك قياس فقط إذا بده يكون في تقويم. فبدون التقويم والقياس مع بعضهما البعض لا تستطيع أن تصل إلى مفهوم التفصيلي للتقويم. إذا أنا بعرف أن التقويم من خلال المرحلة الأولى هو أن يجب أن يكون هنالك هدف عام ومن ثم في أهداف متخصصة. هذا من جهة. من جهة ثانية لازم أنا أقيس، عشان أقوم لازم أنا أقيس، فبضع معايير المقارنة والعملية اللي أنا بقيس فيها ومن ثم التحديد. لما أنتقل على الشيء الثاني نسبة إلى العالم التربوي الكرونياك، كرونباك والكرونياك، الكرونباك بالأساس بيقول لك إنه هي عبارة عن طريقة منظمة. لما أنا بدي أحكي عن الاختبار ماذا يعني؟ الاختبار معناها إنه أنا بقيس بطريقة منظمة سلوك شخصين أو أكثر، سلوك لشخصين أو أكثر. في حين أنه يجب أن أستخدم من أجل الاختبار مجموعة من المعايير، والمعايير في الاختبار نسبة إلى كرونباك قسمت إلى قسمين، معايير تسمى بالمعايير الموضوعية ومعايير تقنين. التقنين ماذا يعني؟ التقنين معناها أنه أنا أضع شروط الامتحان، فبقنن من الإجابة، بقنن من المعايير تبعي. في حين أن الموضوعية لا، هذا اللي بيكون فيها الكلام ومراقبة السلوك وكتابة المقالات ومناقشة هذا الشخص. فبالتالي التقنين هو الامتحانات الشهرية اللي احنا بنعملها للطلاب وفقا إلى منهاجنا. أما الموضوعية فهي مجموعة النشاطات اللي بيمارسها هذا الطالب ومجموعة الملاحظات اللي بيلاحظها هذا الأستاذ على هذا الطالب كتغير في السلوك نتيجة لهذه الدراسة. إذا أنا صار عندي هلا مفهوم التقويم أولا ومفهوم الاختبار ثانيا. مثل ما حكينا أن التقويم
بشكل عام، لاحظ بشكل عام هو عبارة عن تقييم الشيء، فيكون تقييمه عام، ومن ثم التقييس استخدام القياس أنا بقيمه بشكل تفصيلي، ومن أجل أن أعتمد القياس بعتمد على المقارنة والعملية والتحليل. أما بالنسبة للاختبار، فالاختبار مشان يتسمى اختبار يجب أن يعتمد على مبدئين: مبدأ التقنين، إنه أنا بوجه الطالب لأسئلة محددة وإجابات محددة وفقا لمنهاج هو بيدرسه، ومن ثم أضيف عليها الموضوعية، اللي هو إنه أنا بقيم هذا الشخص بناء على مقالة، بناء على كلام معه، بناء على سلوك هو بيمارسه، أو بموقف معين هو اللي بيتعرض. تمام، ننتقل على المحور الثاني. في المحور الثاني بيتحدث بالتفصيل عن شيء مهم جدا، وهو أنماط الاختبار. أنماط الاختبار لدينا يا سادة مثل ما بتلاحظوا قدامك هي كثيرة. ممكن تعتمد على الشكل، بتجيب مجموعة من الصور وبتطلب الإجابة عليها. ممكن أن تعتمد على الغرض من هذا الاختبار، أنت شو بدك توصل في الآخر من هذا الاختبار؟ بيعرف لك شغلات محددة، بيعلل لك ظواهر محددة، بيفسر لك أمور محددة. ممكن يكون معتمد فقط على محتوى الاختبار، وهذا بإمكانك أن تجيبه من أسئلة الفصل أو من أسئلة الوحدة. لكن نظرية كرونباك بالذات معتمدة على محورين رئيسيين: محور أقصى الأداء، ومحور تحديد الأداء المتميز. محور أقصى الأداء يعني إيش؟ يعني بيجيب أسئلة طويلة، هذه الأسئلة الطويلة بتحدد من خلالها أحسن علامة ممكن أن تظهر. تعتمد على أساس الذكاء أو العقل، يعني قدرات الحفظ والربط بالمعلومات. تعتمد على القدرة على الوصول إلى أداء المهمة المحددة، يعني القدرة على الحفظ والوصول إلى نتائج مطلوبة. بالإضافة إلى وجود عوامل الاستعداد قبل ما هو بيدخل أساسا في مستوى الأداء، لازم تعرف عوامل استعداد هذا الشخص قبل الاختبار. مثل إيش عوامل الاستعداد؟ مثلا شخص معين بإمكانه أنه يدرس الهندسة، إذا لازم يكون بالرياضيات كويس، لازم يكون بالرسم كويس، لازم يكون باللغة الإنجليزية كويس، لازم يكون بتنفيذ المشاريع البسيطة اللي بإيده بيعملها قبل ما يدخل في الهندسة يكون مشهور كويس. هذا بيسموه أقصى الأداء. لكن شو هي تحديد الأداء المتميز؟ شو معايير كرومباك في هذا الموضوع؟ حكى لنا كرومباك، تمام، قال لي يا أخوان أنا بقيس القدرات الفعلية، يعني الشخص هو يمتلك قدرات أساسا أنا بقيسها، وهذا ما إلها معايير محددة. يعني مثلا الشهامة، تمام، الشهامة ليست لها مثلا 7 من 10 أو 5 من 10 أو 6 من 10، هاي ما في منه هذه الأرقام، وجدا صعب إنه أنا بقيسها. لكن خليني أقول لك كيف من الممكن كرومباك إنه يساعدك في عملية القياس، ووضع لك معه محورين: محور متابعة السلوك، ومحور التقرير الذاتي. شو معنى كلمة متابعة السلوك؟ يعني أنت بتخلي هذا الطالب مثلا في دراسة الأحياء، بتخلي هذا الطالب يتعرض إلى حشرة مثل العقرب، ترسم له على الورقة عقرب، تقول له أنت تعرضت إلى هذا العقرب، فكيف يعني راح تتصرف أنت معه، أو وين مناطق الضعف والقوة في هذا العقرب. وبعد ما بيخلص الدرس سواء كان نظري أو عملي بينتقل إلى التقرير الذاتي، الطالب سوف يكتب ما الذي تعلمه، تمام. ولهذا صار في عندك أنت معيارين مهمين في كرونباك. المعيار الأول هو أقصى الأداء، وهي الدراسة النموذجية للتوجيه، إنك أنت بتخلي الاستعدادات قبل الامتحان، ثم يدخل على الامتحان بناء على الوصول إلى أحسن علامة، وإلى أنه يكون عنده قدرات عالية على الحفظ، وأنه هو داخل لهذا الامتحان من أجل أن يحصل هذه العلامة بناء على حفظ لمنهاجه. أما التميز، لا، أنه أنا بشوف الصفات المميزة فيه، تمام، وبعرضه إلى مشكلات متعلقة في هذا المنهج وفقا لسياساته هو، وفقا لصفاته هو، وكيف راح يتعامل معها. فتكتب أنت في تقريرك اليومي عن هذا الطالب، والطالب يكتب تقريره الذاتي عن ما تعلمه في هذا الدرس. إذا كان اليوم درسنا يا سادة مجموعة بسيطة من المحاور، اللي هي محور ما هو التقويم بشكل عام، ما هو الاختبار بشكل عام، وما هو أنماط أو أنواع الاختبار. كان معاكم ياسر أحمد العلي، سلام عليكم.